ساحة باب سيدي عبد الوهاب الذكيرة التاريخية لوجدة تنفض عنها غبار النسيان وتستعيد ألقها الحضاري بفضل مشروع طموح انطلق قبل بضع سنوات، هم ترميم وتجديد أسوارها وإعادة تهيئة أسواقها، وهو ما ضخ دماء جديدة في شرايين الحركة التجارية بالمدينة. كنا في ذاك السوق القديم، سوق ما بيش حولنا لهذا السوق، هذا هو السوق ممتاز وفيه المرافق موجودة والبيع والشراء الحمد لله ما موجود. التجديد الحضري لساحة باب سيدي عبد الوهاب هو جزء من مشروع متكامل رصد له ما يفوق 180 مليون درهم لإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة ونفخ الروح في موروثها الحضري الغني. هذا البرنامج خص بالأساس تأهيل البنية التحتية، ترميم السور الأصلي لمدينة وجدة وإعادة بناء جزء منه، وكذلك تدعيم بعض البنايات الآيلة للسقوط والمآتر التاريخية وتنقية الخراب، وكذلك تهيئة ساحة باب سيدي عبد الوهاب وإعادة بناء سوق طنجة. أزيد من 90% من الأشغال تم إنهاؤها في إطار هذا البرنامج الذي يعد جزءا محوريا من مشروع التأهيل الحضري لعاصمة الشرق الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس خلال العشرية الماضية.